بعتقد بعتبر نفسي هاوي الى اليوم والى ما بعد اليوم. طب البدايه الحقيقيه بقى، كان هو لفتني ليه وراه ليه لا، وكان دي اول اغاني اعملها تغنيها مطربه محترفه في الفتره دي، كانت السيده فايده كامل. تحرمني وارحمني وارحم حالي.
قابلني وفاتني لوحدي وراح ولا جاني ريته في يومها صرحني وقال لي بلاش نتقابل تاني ليه فاتني ليه.